طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين، واهلا بكم في الحلقه الاولى من برنامج ملاعب الذي ياتيكم عبر قناه التغيير ان شاء الله كل جمعه واثنين. انطلاقتنا الاولى في هذا البرنامج الذي سيواكب الحدث الرياضي العراقي والعربي والعالمي، وسيقدم نتامل ان يقدم شيء مختلف بالنسبه للرياضه العراقيه، تضيف شيء للمشاهد العراقي ومتابعينه. طبعا هذه الحلقه ستكون من محورين ان شاء الله سناخذها تباعا، لكن قبل ذلك دعوني ارحب بضيف الحلقة الأولى الكبير كابتن رزاق فرحان نجم المنتخب الوطني السابق وأيضا مدرب حاليا. أهلا وسهلا بك كابتن، منورنا وفي حال هذه الحلقة الأولى من برنامج ملاعب. مبروك عليك ومبروك على قناة التغيير هذا البرنامج، وإن شاء الله تكونون برنامج مختلف عن البرامج الأخرى اللي نشوفها إن شاء الله. نتأمل هذا الشيء، نقدم شيء مفيد وممتع أيضا، شكراً يدمج ما بين المتعة ومواكبة الحدث الرياضي هنا في العراق وعربيا وأيضا عالميا. بداية يعني العودة، الذين يتابعوني منذ فترة طويلة، كانت هناك فترة ابتعاد عن الشاشة أو البرامج الرياضية تقريبا لما يقرب العام، والآن عودة من جديد للبرامج الرياضية. هناك بعض الأصداء الذي يعني أن يكون شاكر لهم جدا بسبب ما كتب أو كتبه موقع مونديال حول عودة البرنامج وانطلاقته من جديد أو انطلاقتي من جديد في برامج الرياضية. هذا هو موقع مونديال الذي كتب الإعلامي نور نزار يعود لتقديم البرامج الرياضية بعد توقف لعام كامل عن طريق برنامج ملاعب عبر قناة التغيير، وبذلك سوف تعود المياه لمجاريها والساحة بحاجة إلى برامج رياضية، وبعض الكلام اللي يعني أتمنى أن أكون أنا استحقه من موقع مونديال، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن كل من يتأمل خير بنور نزار وأيضا إن شاء الله ببرنامج الملاعب عبر قناتكم قناة التغيير الفضائية. وأيضا شاءت الأقدار أن تكون الانطلاقة الأولى والحلقة الأولى في هذا اليوم هي في الذكرى 118 لتأسيس أحد أعرق الأندية الرياضية عالميا اللي هو نادي ريال مدريد، وأيضا شاءت الأقدار أن يكون ضيفي أيضا رياليا، وبذلك يعني نحتفل وياه بانطلاقة البرنامج وأيضا نحتفل وياه بتأسيس ريال مدريد. مبروك عليك ريال مدريد وتأسيسه 118 نادي عريق. أكيد أكيد، طبعا ريال مدريد هو من أعرق الأندية وتاريخ وإنجازات. الأهم إحنا عندنا بالنسبة لنا هي كرتنا العراقية، وأيضا افتتاح البرنامج لك. شكرا لك. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام نذهب إلى أولى محاور هذا اللقاء وهي محور الاجتماع الذي انتهى قبل قليل هناك في الدوحة في قطر مع الهيئة المؤقتة أو 13 شخصا المرشح لأن يكون ضمن هذه الهيئة المؤقتة التي ستقود اتحاد كرة القدم العراقي مع وفد الفيفا وأيضا وفد الاتحاد الآسيوي الذين أنهوا مقابلاتهم مع هؤلاء المرشحين لأن يكونوا في الهيئة المؤقتة. طبعا بداية هناك العديد من الآراء طرحت في هذا الجانب سنأخذها بعد قليل، لكن فلنشاهد هذه اللقاءات مع الكابتن أياد أو الأستاذ أياد بن أياد وأيضا الكابتن رافد عبد الأمير حول هذا الاجتماع هناك من قطر. واختيار طبيعي جاء بسياقات عفوية وطبيعية ما لها علاقة بأي شيء، وبدليل اتحاد غرب آسيا نقل اجتماعاته من الإمارات قبل يومين إلى الدوحة وما لها علاقة أيضا. الدوحة اليوم تعتبر كأنها عاصمة للرياضة، وهذا الشيء معروف وانتم موجودين بالدوحة وشفتوا يعني بعيونكم، فمسألة طبيعية. بخصوص الأستاذ شرار هو مسؤول عن قراره، يعني وكان نائب رئيس الاتحاد العراقي لمدة 4 سنوات، وكانت هنا معسكرات واستضافات بالدوحة، ما كان يشكل في الشيء بذاك الوقت. أتعجب من هذا الرأي لأنه مسألة طبيعية، كان ممكن أن يكون بكوالالمبور لكن لقرب المسافة اختاروا الدوحة. من شخص لشخص متنوعة أكيد. أنا بالنسبة لي كان سؤال عنه مسألة أنه هل يوجد تدخل حكومي أو لا يوجد تدخل حكومي، وفيما لو اختيرت يعني المتقدم للهيئة المؤقتة يعلم بأنه هذه اللي يسموها نورماليزيشن التطبيعية ما بها يعني ما من حقك تقدم للانتخابات الدائمية، أسئلة من هالقبيل، إضافة إلى الخوض في سيرة الشخص الذاتية يعني مهنيته وين اشتغل شو مقرر، عند اطلاع على النظام الأساسي لو ما عنده المشكلة اللي صارت، هذا كله كان. والله أنا أجاوبك ما جاوبت للجنة اللي الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي عندما سألوني أيهم أرجح أن يكون رئيس، قلت لهم 13 شخص موجودين
انا ما اتحدث عن نفسي، انا 12 الاخرين كلهم يستحق ان يكون رئيس اللجنه، وكلهم يستحقون ان يكونون باللجنه لانه ناس مهنيين ومتخصصين ورياضيين ومن عائله كره القدم اغلب. اهلا بكم، هذا ما تحدث به الاستاذ اياد بنيان حول اللقاء الذي جرى هناك في وفد الفيفا مع وفد الفيفا، وماذا سئل هناك حول موضوع تواجده في الهيئه المؤقته، هل هناك تدخل حكومي او لا. اشاد بالجميع وقال ايضا انه الجميع يستحق ذلك. كابتن، بدايه طبعا عندي لقاء اخر راح اخذه بعد ما اسال هذا السؤال للكابتن. كابتن، الاسماء الموجوده اليوم بالوفد هذا او 13 اسما المتواجدين في ضمن الوفد ومن هم مرشحين للهيئة المؤقتة، هل برأيك يعني هؤلاء الأسماء هم الأفضل، هم أسماء عملت سابقا وبعضها ما زال يعمل حتى في الاتحاد الكرة؟ لا أكيد، يعني شفت إذا تقول الأفضل يعني مو الأفضل، لكن نعم. هم الأشخاص خلينا نقول اتطوعوا أنه يخدموا الكرة العراقية بهاي الفترة. نعم أكو فيهم ناس أكاديميين، ناس عندهم خبرة إدارية ويتمتعون بهذا الشيء، لكن بنفس الوقت اكو ناس ما تستحق انه تتواجد بهذا المكان، لكن المجموعة 13 هم يختارون 5 إلى 7 اشخاص الافضل. اكيد هاي كلها ان شاء نعم. الله يكون الاختيار صائب، ويكون الاسماء الموجوده بالاتحاد العراقي المؤقت تكون لها دور كبير في تهيئه الاجواء والانتخابات، يعني هي الموضوع أكيد. ما يتعلق اكثر منها تمشيه الامور وايضا تهيئه الانتخابات وكل ما يتعلق في الانتخابات، ممكن تغيير حتى النظام الداخلي اللي احنا نعاني من عنده اليوم، يعني النظام الداخلي فيه مشاكل عديده. هم ممكن هم اكيد النظام الداخلي يهيئوه ايضا، لكن عندهم بنفس الوقت نشاطات لازم يستمرون بها، يعني مستحيل انه راح يكون بس هذا دورهم، لانه هم اصبحوا اتحاد لكن مؤقت، ممكن انه القرارات والتعيينات وكثير من الامور يقدرون يغيرون فيها. طبعا هم يمكن لم يتجاوز يمكن 6 أشهر حتى المسابقات العفو يقدرون انه ينظموها، يقدرون يصيغوها مره ثانيه. طبعا اكيد هم لديهم تقريبا كل الصلاحيات لمده 6 أشهر حتى تكون الانتخابات، حتى انه نعم. يظهرون انه اكو فرق بين الاتحاد السابق وبين الهيئه المؤقته. اكيد. طيب خلينا نشوف ايضا لقاء مع الدكتور رافد عبد الأمير اللي هو أيضا ضمن الأشخاص 13 المرشحين للهيئة المؤقتة، ماذا قال عن اجتماعه مع وفدي الفيفا والاتحاد الآسيوي؟ الهيئة التطبيعية المرشحة من قبل الاتحاد الدولي، تعدادهم 14، حضروا 13 باعتذار الكابتن شهر حيدر. تمت المقابلة من الساعة 9 صباحا لهذه اللحظة، قائمة المقابلات، وبالتأكيد ال 13 واحد جميعهم يستحقون ان يكونوا في الهيئه التطبيعيه وكذلك بالهيئه الدائمه لما يمتلكونه من خبره اداريه وهم قامات عراقيه رياضيه. الموضوع انتهى انحسم ان شاء الله، الهيئه التطبيعيه تصل العراق عن قريب، القرار بقى يم اللجنه التي قابلت المرشحين من الخليط من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي. طبيعة الأسئلة تمحورت على النظام الداخلي أولا، السلبيات التي حصلت منذ 3 سنوات لهذه اللحظة، وكذلك الوضع المتخبط اللي مارت به الكرة العراقية كعنصر إداري. هذا كل ما تم التحدث به مع الإخوان المرشحين للهيئة التطبيعية. يعني كانت هذا جزء من اللقاءات اللي زودنا بها الزميل محمد الحسني هناك من الدوحة، طبعا نشكره، وكان هناك ذاهب لتغطية يعني نشاطات رياضية أخرى بكرة الطاولة، لكن يعني خدمة منا لكل الإعلاميين وكل القنوات العراقية والبرامج الرياضية، فهو تبرع وذهب إلى هناك وأرسل بواسطة اتحاد الإعلام الرياضي المرئي. فنشكر كل الزملاء على وضع الجميع في هذا في الحدث وإرسال هذه اللقاءات. إذن مشاهدينا الكرام، موضوعنا حول وفد الفيفا وهذه اللجنة فيها الكثير من الأمور كابتن، فيها الكثير من التفاصيل. اليوم هناك أسماء مثل أحمد راضي، هناك أسماء مثل موفق عبد الوهاب، وأيضا هناك أسماء عملت في الفترة السابقة في الاتحاد مثل كابتن أسعد لازم، هو أيضا متواجد هناك. هذا الخليط من برأيك أنت كنجم، ماذا تريد من الشخصيات اللي أول ما تستلم الهيئة المؤقتة أول شيء تبدأ فيه من أجل إيصال الأمور إلى بر الأمان، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات نزيهة حرة شفافة تضمن وصول الشخص الكفؤ إلى المنصب؟
أكيد هي الهيئة المؤقتة لها دور رئيسي أنه يهيئون الأجواء للانتخابات المقبلة، وأيضا صياغة النظام الداخلي وكثير من الأمور اللي أنيطت على عاتقهم حتى يقدرون أنه ينتشلون الكرة العراقية من خلنا أقول لك مكان يعني اللي وضعنا به اللي وضعنا به وكلها مشاكل السابقة. نعم. لأنه كانت الانتخابات عبارة عن منظومة بيناتهم يعني مؤسسيها حتى يفوز فلان وفلان وفلان مع احترامات للجميع، لأنه الصياغة هي من البداية يعني مو التحدي. طيب أنا خليني أتداخل وياكم. نعم هذا الكلام لا غبار عليه، إحنا كنا نتحدث في البرامج السابقة، كنا كإعلاميين نتحدث أن هناك شيء وكأنه مفصل تفصال على مجموعة من الأشخاص، لكن اليوم هذا الحديث ليس لا يوجه إلى الأشخاص أنفسهم اللي رشحوا الهيئة العامة اليوم بعد خلينا نقول الفترة المقبلة اللي نتأمل منها تكون فترة خالية من الشوائب قدر الإمكان. الهيئة العامة هل برأيك ستتغير في طريقة التعامل؟ نحن نعرف كيف كانت تدار الهيئة العامة. نعم. وأيضا شون التأثيرات تكون على الهيئة العامة، فبالتالي هي الهيئة العامة هي بيدها الأمر. ما أعتقد راح يكون أكو تغيير يعني بالنسبة للهيئة طريقة العامة. التفكير وطريقة التعامل لا راح يتغيروا، لأنه أنا موجود قريب عليهم وموجود يعني مع احتراماتي لهم. أكو كثير من الأمور ما نقدر نحكيها هنا لأنه ممكن بها يصير أكو بعض صار عشائر بعدين يعني. نعم إيه صراحة يعني صراحة هذا معروف اليوم. نعم. لكن هي حقيقة والناس كلها تعرف هاي الأمور البسيطة اللي نعم. اللي كانت تصير، لكن خلينا نقول إحنا إذا ما زادوا عدد الهيئة العامة ما راح يكون عندنا تغيير، لأنه تعرف أنت أنا شفت أنا من أول ما صارت الاتحاد الجديد أنا كنت موجود كابتن منتخب العراق، فلذلك كان كل سفرة أكو واحد من أعضاء الهيئة العامة يكون موجود ويانا، كل سفرة يكون اثنين أو ثلاثة موجودين. زين هذا اللي هو يعتبر عنده صوت وأمانة، وكل فترة يروح ياخذ مصرف جيب وياخذ سفرة أو سفرتين أو ثلاث سفرات بالسنة، هذا ما راح يحصلها ممكن بالاتحاد الجديد أو بالاتحاد البعدة اللي راح يكون هو ما يعرف شنو تفكير الاتحاد إذا نعم. فلذلك أنا أتوقع أنه مع احتراماتي ممكن أكو ناس لا عندهم هذا الإصرار أنه يغيرون وعندهم وجاي نشوف إحنا مثل دكتور رافد موجود هو أيضا نعم. بالهيئة العامة وأكو وآخرين نعم. الاتحادات الفرعية أو الأندية أكو كم واحد يريد يغيرون، لكن البقية اللي مستفادين واللي كل فترة مثلا سفرة ومصرف جيب هاي الأمور تختلف هنا. نعم. يعني هاي يأثر على طريقة الاختيار هنا أنه من أختار. الحل الوحيد أنه نزيد الهيئة العامة إلى أكثر من 300 أو 250 حتى نقدر، لأنه ما يقدر واحد مع احتراماتي لا يقدر يشتري ولا يقدر يبيع ولا يقدر أنه باستثناء الأفضل هو اللي راح. بالتأكيد. الآن أيضا للحديث حول موضوع هذا أكثر من أرض الحدث ينضم معنا الصحفي والإعلامي وأيضا مراسل قنوات الكاسة الزميل عمر قحطان، ورحب بك أجمل ترحيب زميلي عمر، أهلا وسهلا بك في الحلقة الأولى من برنامج ملاعب. مساء الخير زميلي العزيز نور، وإن شاء الله عودة ميمونة، واشتقنا لك الصراحة وتغطياتك المتميزة واللي تفيد دائما الجماهير. أهلا وسهلا بك زميلي عمر. بس إخواني شوي أريد الصوت بالاستوديو أعلى لما دا أسمع. أول شيء بداية زميلي عمر، يعني اليوم الاجتماع انتهى قبل قليل هنا في الدوحة مع يعني أعضاء المرشحين للهيئة المؤقتة. بداية أسألك كيف كانت هذه الاجتماع؟ كيف كانت الأصداء حول هذا الاجتماع؟ حتى الحاضرين هل كانوا راضين عن نوعية الأسئلة عن طريقة المقابلة أم كان هناك بعض الانتعاض هنا وهناك من طريقة المقابلة أو حتى الذهاب واللقاء والاختبار إن صح التعبير أمام وفد الفيفا وأيضا وفد الاتحاد الآسيوي؟ نعم في الحقيقة الأمر بدأ أشبه بمقابلة عمل، يعني نعم. مسألة غريبة في الحقيقة لم نعتد عليها أعتقد أبدا، يعني لم أسمع بيوم من الأيام يعني أنه أسماء محترمة ولها ثقلها ووزنها أنه تعامل بهذه الطريقة في الحقيقة، أنه اختبار أو مقابلة عمل، وإذا نجحت في المقابلة ستمر وتحصل على وظيفة كما نقول، وإذا لم تجتز
هذا الاختبار قد يعني حتى تعتبر مثلبة في تاريخك ومسيرتك. عموما اعتقد هو هذا الامتعاض موجود، ولكن الكل جاء يعني بمحض ارادته يعني. نعم. الكل وافق ما عدا طبعا السيد سرار حيدر، الكل جاء طبعا ما عدا السيد سرار. نعم. حيدر هو اعتذر عن المجيء، والكل اجرى المقابلات. في الحقيقه طبيعه المقابلات انا كنت على اتصال ببعض الاعضاء وجه لهم طبعا ببعض الاشخاص اللي اتوا وجه لهم تحيه، خاصه دكتور موفق عبد الوهاب، دكتور عداد والاخرين. يعني تثقفت وعرفت بعض المعلومات اللي قد تكون يعني مفيده للمشاهدين نوعا ما، خصوصا انه اعتقد لا يوجد يعني وفد اعلامي مرافق رغم لا يوجد. نعم صح، اكثر من 15 شخص كان المفروض ان يكون على الاقل اعلامي معه. عموما المقابلات طبيعتها في الحقيقه انه اللجنه اللي اتت من الفيفا او من الاتحادين الدولي والاسيوي هي مكونه من بالبدايه كانوا 6 بعدين صاروا 7 اشخاص. نعم. قابلوا كل عضو على حده طبعا على انفراد. الوقت المخصص تقريبا لكل عضو ما يقارب نصف ساعه او اكثر، لكن بعض الاعضاء المرشحين او الاشخاص المرشحين لا اعرف بالحقيقه كيف اسميهم، اوثق عليهم تسميه تكون تسميه سليمه، يعني ممكن عفوا تكون تسميه عضو او مرشح لا اعرف هل يمتعض منها المرشحون. عموما الاشخاص اللي هم مرشحين هناك البعض يعني استغرق وقت 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعه وهكذا حسب قناعه اللجنه التي قابلتهم. نعم. نوعيه الاسئله بالحقيقه هو كل شخص لديه سي في او سيره ذاتيه قدمها في وقت سابق وتتم مناقشتها مع هذه اللجنه ومع الشخص اللي صاحب السيره الذاتيه. نعم. من بعض الاسئله اين تعمل، اين كنت تعمل، ما هو وظيفتك الحاليه، سؤال غريب ما رايك بالاتحاد، لماذا وصلت المشاكل الى هذا الحد، الحد السابق طبعا. نعم نعم. ما رايك بالوضع العام، هذه الاسئله لا اعرف ما المقصود منها في الحقيقة، لكن يبدو أن اللجنة لديها يعني آراء خاصة أو انطباعات قد يعني تؤثر إجابات هؤلاء المرشحين يعني في قبوليتهم. طبعا النتائج راح تكون من يوم 10 إلى يوم 14 يعني قريبا جدا بعد. نعم. أيام أسبوع أو أقل من 10 أيام النتائج راح تكون حاضرة أو يعني تكون معلومة للجميع، من نجح في الاختبار، من نجح في المقابلة، لا أعرف كيف أسميها، كيف تختار هذه اللجنة، ما هي قناعاتهم. الحقيقة هذه أمور مبهمة، تقريبا الأسئلة كانت متشابهة للجميع. نعم. يعني لا فرق بين مثلا أياد بنيان عن أحمد عباس عن دكتور موفق، أعتقد الأسئلة عامة تقريبا متشابهة. نعم. فما هو الحكم وما هو الفيصل يعني هذا نعرفه لاحقا. طيب سؤال اخير، لا اعرف نعرفه. نعم. لاحقا على ماذا سيحكمون لا اعرف. نعم يعني طيب زميلي عمر يعني توجد. نعم. نقطة هل تناهى الى مسامعك حول موضوع، لان احنا سمعنا قبل قليل لقاء مع الاستاذ اياد بنيان سئل حول موضوع هل هناك تدخلات حكومية وما الى ذلك، هل برأيك هذا الموضوع راح يأثر على طريقة الاختيار، خصوصا انت تعرف انه بعض الاسماء هي لديها وظائف حكومية في الدولة في. نعم. وزارة الشباب مثل الأستاذ علاء عبد القادر، أياد بنيان مستشار. نعم. رئيس الوزراء. نعم. دكتور علاء. بالضبط، فهذه الأمور حتى الدكتور موفق عبد الوهاب أيضا، فبالتالي. نعم. هل برأيك هاي الأمور راح تأثر على طريقة الخيار من خلال قراءتك للأحداث يعني أو قربك من المكان؟ بصراحة هو أنا قلت لك زميلي نور الموضوع مبهم. نعم. لا أعرف على ماذا سيستندون يعني. نعم. طيب هم لماذا وافقوا على هذه الأسماء؟ هم يعلمون ان هذه الاسماء اغلبها لديها وظائف حكوميه، ممكن لا يعرفون دولة. الاتحاد الاسيوي انه هؤلاء لديهم وظائف حكوميه، من رشح هؤلاء؟ هذا السؤال، هذا السؤال اللي راح نظل كلنا نساله صراحه، والذي لا يعرف احد اجابته حقيقه. نعم. من رشح هؤلاء؟ لماذا هؤلاء؟ مع العلم طبعا اسماء محترمه وقديره، ويكفي ان هذه الاسماء لن تستطيع ان ترشح في المستقبل، لذلك هم جاءوا في فتره مؤقته واستعدوا للتضحيه يعني في. نعم. عملهم القادم او ما الى ذلك، وافقوا من اجل خدمه الكره العراقيه، هذا يحسب لهم في الحقيقه بالتاكيد. كقراءه عامه صراحه لا استطيع التقدير، لانه تقريبا الاغلبيه هم يعني لديهم وظائف حكوميه، لديهم حتى وظائف سابقه في الاتحادات السابقه. نعم. وما الى ذلك، فالمفاضله
وطريقة الاختيار هل ستكون يعني مزاجية أم تستند إلى قواعد؟ حتى إذا نطرح سؤال من الأحق صعب يعني أحمد راضي أكيد. تقارن يعني مع مثلا اياد بنيان، بعض يقول لك أحمد راضي بعض يقول اياد بنيان، مسألة اختلافية، فمن سيقرر ولماذا وكيف؟ الله اعلم. راح نتركها للايام المقبله، يعني تفصح عن الايام المقبله. شاكر جدا تواجدك معي زميلي عمر قحطان، امنيات لك بالتوفيق، كنت ضيفا عزيزا. شكرا لك عمر قحطان الصحفي والاعلام الرياضي وايضا مراسل قنوات الكاس، كنت ضيفا عزيزا من قطر الدوحه. كابتن، من الذي اختار هؤلاء الاسماء؟ يعني هذا السؤال يبقى يعني يتردد والكل ردده، لكن برايك اليوم تواجد مثل كابتن أحمد راضي على يعني مع الوفد الموجود، هل برأيك هو الأحق اليوم أن يتواجد، خصوصاً أن الرجل ليس لديه أي وظيفة؟ هناك عدم تفرغ حتى في هذا الموضوع، يعني البعض لديه وظائف في وزارات ولديه مناصب بإدارة عامة ومستشار، هاي الأمور ممكن تأثر على طريقة عمله وتفرغه من أجل 6 أشهر من العمل المضني حتى أحط الأمور على النصاب الصحيح نعم. وعلى السكة الصحيحة. نعم أكيد أكيد، اللي راح يكون أو يتبوأ هذا المنصب يجب أنه يكون متفرغ، يجب أنه يكون عنده الوقت الكافي حتى يغير كثير من الأمور، لأنه الصراحة عمل الاتحاد عمل شاق ومتعب، وأيضا أكو مسابقات وأيضا تتخللها انتخابات، هاي كل الأمور يجب أنه يدركها الأصدقاء الموجودين أو الكباتن. نعم. الكل طبعا يعني هم مؤهلين، الكل أنه يستحقون، لكن أنا اللي عجبني طبعا أنه شوف راح أقول لك على خلينا نجيب دكتور موفق. نعم. هذا موفق عبد الوهاب، تحياتنا تحياتي له، وهو واحد من أفضل الأصدقاء والناس المحترمين، أنا أحبه جدا. نعم. لكن شوف العراقيين، احكيك اياها، شوف العراقيين من شخص يصير بالسلطه وشخص كان انسان ما عنده شيء، هو دكتور موفق نفسه. نعم. ما حد قال له تعال بذاك الوقت، مثلا هو لاعب نادي الزوراء وشخصيه ومنتخب اولمبيانا وكثير من الامور، لا اجوا الاتحاد قالوا له تعال اشتغل مثلا مدير فني او مدير اداري او اي شيء، وايضا اعلامي يعني شوف من صار بالسلطه راسا كلهم اجوا وخلوه بالاسمه زين، ليش هذا الانسان ما قدره قبل انه ما يكون بهاي السلطه؟ نعم هذا هاي مشكلتنا يعني. لا نضع الشخص المناسب في المكان لأنه صار بالسلطة أو خلينا نقول مستشار إعلام الوزير نعم، صار مدير المكتب الإعلامي نعم. وليش ما شفتوا خطية قبل تفكرون بي يعني هاي فيه. تأثر على الأمور، المنصبة وتواجد الشخص في مكان معين يؤثر في طريقة اختياراته مستقبلا. شغلة ما يحتاج يعني نعم. تشوف الاختيارات وبعدين تحكم. نعم فعلا، هو هذا العراق. طبعا هي أكو آراء هواية حول هذا الموضوع، احنا أخذنا جزء من الآراء من بعض الأخوة الصحفيين. خليني أبدي بأول رأي حول موضوع الهيئة المؤقتة ومن هو الأنسب. يا ريت سيد المخرج تعرضني أول رأي، مثلا نشوف رأي علي نوري الصحفي الرياضي المعروف أيضا، هو كتب عن موضوع الهيئة المؤقتة مثل ما تشوفون، كتب أنه أفضل من يقود الهيئة المؤقتة هو إياد بنيان، هذه المواصفات ترجح كفته عن غيره. رأي الشخصي وقد يزعل البعض منه، لكن هذا الرجل يمتلك مواصفات استثنائية قد لا نجدها في كثيرين، الصدق والنزاهة ودماثة الخلق والكاريزما وقوة الشخصية والتجربة الإدارية الثرية في نادي الشرطة، ناهيك عن سيرته الحسنة وسلوكه وسمعته في الأوساط الرياضية، القرار لدى لجنة الفيفا وهي ما ستحسم المسألة. طيب يعني هو رأي مطول، لكن إحنا رأي علي نوري يرجح كفة إياد بنيان، هل أنت تتفق مع علي نوري اللي راح يكون بعد قليل إن شاء الله ويانا في اتصال هاتفي؟ مع احترامات أخوي وصديقي علي، طبعا أتمنى أنه ما ينطي أفضلية الشخص على شخص، أنا واحد منا أفضل يعني إياد بنيان طبعا يستحق هذا المكان. نعم. ويستحق أنه يكون رئيس الاتحاد المؤقت، لكن كصحفيين وكناس محايدين مع احترامات الأخوة علي أنه المفروض ما ينطي أفضلية الشخص على شخص. نعم. يعني نعم أكو
جوانب ممكن ترجح شخص على شخص هي الناس اللي تتابع. يعني أنا احترامات مثلا الصحفيين أو الإعلاميين يجب أنه يكونون محايدين لحد ما تظهر النتائج. لكن أحيانا تأخذ هذه الأمور من باب الرأي الشخصي. يعني هل أنت برأيك كمتابع هل الصحفي والإعلامي لا يستطيع أن يعطي رأي شخصي في صفحة الشخصية؟ لا حتى بالأمور الشخصية يعني ليس في برنامج. يعني أنا اليوم إذا عندي موضوع في البرنامج أكون محايد، لكن على صفحتي الشخصية هل أكون أنا مجبور بعدم إعطاء رأي شخصي في قضية معينة؟ أنت كرياضي أو كإعلامي أو كفنان ما تقدر، يعني مثلا أنه خلينا نقول هذا سباق، ما تقدر تخلي شخص على شخص. يعني على العلم أنه الكل هم الكل يستحقون، وخصوصا هي فترة مؤقتة. يعني إذا تجي يم مثلا ياد بنيان ياد بنيان يعني ورجل أيضا معروف. نعم. يعني إحنا يعني أحيانا يعني إلى ثقلة بالضبط. يعني هذه الإدارة بالشرطة. نعم. كان رائع، فلذلك إحنا ما نريد نعطي الأفضلية. أنت تحافظك على هذا الجانب. بعدين يعني هي مقابلة. نعم. وهم يعرفون. أنا طيب. أتوقع حتى الأسماء هاي خل أشركك وياه أيضا بي 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 أيضا برأي آخر لأحد الإعلاميين. خلينا نشوف الرأي الآخر اللي هو سفيان السعدون الزميل الإعلامي العزيز سفيان السعدون. كتب في صفحته الشخصية قال أن الآلية التي وضعها الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لاختيار شخوص الهيئة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم في العراق فيها كم كبير من الوصاية علينا والاستخفاف بأسماء الكرة العراقية والتقليل من قدرهم دون نسيان النقطة الغريبة بعدم حق أعضاء الهيئة المؤقتة المختارين في الترشح للانتخابات المقبلة. كل هذا الواقع المؤسف يتحمله الاتحاد العراقي السابق الذي بني على باطل وأوصلنا إلى هذا بسبب يعني تعنتهم وأيضا تمسكهم بالمناصب والمزايا. تتفق مع سفيان سعدون أم لا؟ تحياتي للأخ سفيان. أنا لا. ما طبعا ما أشاطر الرأي لأنه لا. أختلف وياه. لكن شوف الأسماء كثيرة. نعم. والاتحاد الدولي هو الوصي. هو نعم. الوصي على كل الاتحادات، فلذلك نعم. هو المسؤول. أكيد من اللي يختار أسان داريد أجي بالاتحاد ويجون 50 واحد، أنا بكيف أختار فلان وفلان، غير أنه لازم أقابلهم لازم أشوفهم. أنا أشوف نعم. أنه الإجراءات المتبعة هي إجراءات يعني بعيدة عن طيب احنا بعيدا احنا نعم بعيدا لكن عن هي حقيقة هي صحيحة أنا أقصد يعني هل تقصد أنه عندما يكون هناك طرف دولي تعرض عليه أسماء وهو الذي يختار بناء على السي في والمقابلة يكون أأمن إذا ما كان الوضع عراقيا بسبب الوضع العراقي هذا الذي تقصده هنا؟ أقول لك طبعا نعم. أأمن هسه. شوف أنا أعطيتك مثال، يعني مثلا دكتور موفق يعني من 10 سنين هو إعلامي ورياضي ولاعب ما حد يتذكر اسمه. نعم. بس فترة بسيطة اشتغل بوزارة الشباب وصار يعني مسؤول رأسا إجو. نعم. فهمتني؟ حتى الأسماء عليك. حتى الأسماء اللي دزوها جدا. حتى نعم. الأسماء اللي دزوها ما دزها شخص عادي. نعم. يعني هسه احنا دائما هو السؤال اللي ينطرق انه من اللي دز الأسماء. انت شوف الاسماء الواضح جدا انه الكابتن عدنان درجال اشترك في هذا الموضوع بحسب تصريح السيد احمد عباس، وايضا وزاره الشباب اشتركت، وايضا حتى يقولون انه رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود كان له دور بترشيح بعض الاسماء. الجهه الرابعه هي الجهه المفقوده. الاربعه يعني احنا نحاول نحلل بكلام السيد احمد عباس، قال اربع جهات، ثلاثه ممكن تكون صحيحه لكن الرابعه ما حد يعرفها. من هي الجهة الرابعة؟ دولة عربية. ممكن دول عربية. نعم. فعلا نعم. ممكن الدول العربية ودول الآسيوية اللي لديها علاقات مع شخصيات عربية. معينة دولة عربية. نعم دولة عربية. نعم. طيب خليني أروح أيضا إلى موضوع آخر. هذا المحور إحنا أغلقناه كابتن، نروح على محور هو موضوع تأجيل التصفيات المزدوجة وأيضا دوري أبطال آسيا مشاركة نادي الشرطة. نعم. خلينا نشوف بيان الاتحاد الآسيوي حول هذا الموضوع ماذا قال. هذا هو بيان الاتحاد الآسيوي، قال فيه اجتمع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في مقر الاتحاد الدولي من أجل بحث فعاليات كرة القدم في قارة آسيا، ويركز الاتحادين الدولي والآسيوي على منح أعلى درجات الأولوية لسلامة وصحة كل الأفراد المشاركين في مباريات كرة قدم. ونتيجة لذلك فقد تم تقديم مقترح رسمي بتأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية، حيث سيتم مشاركة هذا المقترح مع الاتحادات الوطنية المعنية. والآن يجري اللقاء حاليا في هذه اللحظات مع اتحادات غرب آسيا قارة آسيا
آسيا، غرب آسيا للتداول بهذا الشأن. وسوف يقوم الاتحادين الدولي والآسيوي بتوفير تحديثات حول هذه المباريات خلال الأيام المقبلة. إلى نهاية الكلام ونهاية أيضا عرض الموضوع. طبعا هذا التأجيل تعرفون يأتي بسبب فيروس كورونا المنتشر في آسيا بشكل كبير، وحتى الآن وأيضا الآن بدأ ينتشر بصورة كبيرة في أوروبا وحتى في أفريقيا مع درجة أقل في نسب الانتشار. هذا اليوم الاتحاد الآسيوي، الأخبار التي تقول التي تأتي من هنا تقول أن الموضوع سيحسم يوم الأحد المقبل في اجتماع مع اتحادات شرق قارة آسيا، لكن 90% أنه خلاص أن الموضوع تصفيات المزدوجة سوف تتأجل إلى إشعار آخر لحين تحديد مواعيد جديدة وحسب الظروف الصحية التي تشهدها البلدان. دوري أبطال آسيا الذي يشهد مشاركة أيضا نادي الشرطة، هناك نسبة كبيرة جدا جدا بعملية تأجيل المباريات. كل هذه الأمور حدثت بسبب يعني فيروس كورونا وما أنتج فيروس كورونا من تلاعب بالأجندات الرياضية، وصار أمر واقع كابتن. السؤال الذي يطرح هنا والذي طرحناه على صفحتي الشخصية، خلونا نشوف السؤال الذي طرحناه الذي يتعلق بتأجيل مباريات المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة. السؤال هنا يقول هل، طبعا هذا جزء من التنويه في على صفحتي الشخصية في الفيسبوك وعرض لمحاور الحلقة، أذهب للسؤال الحلقة مباشرة، هل سينعكس قرار الفيفا بتأجيل تصفيات قطر 2020 إيجابيا على رحلة منتخبنا ولاعبينا ودورينا أم لا؟ طبعا هناك كثير، أبدأ مع بعض الإجابات، خلول هذا ثابت عندي. جواب السؤال يقول يعني جاوب عليه الماجد البصري، أكيد سينعكس إيجابيا على المنتخب في الفترة القادمة، لأن اللاعب يحضر نفسه المنتخب من خلال تدريبات الأندية واللعب مع الأندية، ولأن دورينا مر بتقلبات كثيرة في بداية التأجيل. هذا طبعا إلى نهاية الجواب لأحد المتابعين، كابتن تأجيل هذه المباريات وتأجيل تصفيات المزدوجة ومبارياتها في ظل ظروفنا أنت كيف تراه، وخاصة لأنه العراق متصدر حاليا للمجموعة الثالثة؟ أنا أشوفها أنه صالح المنتخب العراقي. نعم. أنه الدوري كان يعني بداياته متعثرة. نعم. أيضا توقفات كثيرة، وأيضا راح تكون أكو توقفات، فلذلك ما راح تكون مصلحة المنتخب العراقي أنه نبدي الآن التصفيات. تعرف أيضا الناس الآن بالعراق وكثير من المتابعين الرياضيين وأيضا اللاعبين السابقين يطالبون بوقف الدوري، وهذا حق مشروع، لأنه الصراحة الأمور الآن بدأت تأخذ مجرى آخر، وهاي كلها الأمور إحنا نريد أهم شيء نحافظ على لاعبينا، نحافظ على جمهورنا، وجميع متخوف يعني. نعم، حتى نعم. الدول والأندية ونظام لذلك. شوف انت الآن القرارات اللي اتخذها الاتحاد الآسيا وأيضا الاتحاد الدولي، هنا غرب آسيا يعني قرر تأجيل مباريات. نعم. هو الخوف منين؟ الخوف من المطارات والانتقالات من وأيضا هناك مشكلة اللاعبين عندما يعودون من أماكن معينة أيضا سيخضعون لفحص وحجر، فهذه مشكلة. هي يعني هي أيضا. نعم. تروح للدولة نفسها لازم. نعم. تروح فحوصات، هاي شلك بها انت رايح تلعب لو رايح. فلذلك أتوقع أنه أيضا أجب محله، لأنه الآن المنتخب العراقي متصدر. نعم. خلي يعني تكون الدوري يمشي بمراحل متقدمة، وإن شاء الله لا يخلصنا من هذا الفيروس الوباء إن شاء الله. أكيد راح يكون أكو استمرارية بالدوري، وهذا كله يصب. نعم. مصلحة اللاعب. طيب خليني أروح أشوف أيضا رأي آخر من أحد المتابعين الكرام الذين أشركناهم اليوم في هذا السؤال، حتى نوصل صوتهم وأيضا نوصل يعني مثل ما نقول آراءهم. يا ريت تعرضني يا سيدنا المخرج. مثلا نبدي عباس السلامي يقول بشكل عام جميع المنتخبات سيقع عليها التأثير، ولكن منتخب العراق هو أكبر الخاسرين من هذه الأزمة، كون بدأ الدوري متواضع جدا بسبب ظروف البلد الأمنية بالإضافة إلى المحترفين غير جاهزين بنسب عالية. وأيضا يسألك سؤال يقول هل فعلا لديه عرض من نادي كربلاء في تدريب الدوري التأهيلي، وهل هو مستمر مع الديوانية الموسم المقبل؟ طبعا هو جاوب نفسه بنفسه، لأنه نعم. قال الدوري يعني ما متخبط أو نعم. ماكو وقت مناسب إلى، فلذلك تشوف أنه بصالحنا أنه عدم خوض المباريات. هو لكن هو يقول لا مو بصالحنا، هو يعني هو جاوب نفسه، قال الدوري كان
بداياته متعثرة. نعم. واسمه تحياتنا تحياتنا. طيب وشنو جاب على السؤال؟ السؤال طبعا قال انت جايك عقد من طبعا كربلاء. طبعا فاتحوني. نعم. نادي كربلاء اخواني واعزائي. نعم. لكنه مع احتراماتي لهم ان شاء الله. نعم. يصعدون ويقدرون انه يوصلون للدور الممتاز. الصراحه انتظر فرصه حاليا يعني خلينا نقول احترافيه عن قريب ان شاء الله. احترافيه ان شاء الله الأردن. ان شاء الله بعد يعني فشي حاصل يا فريق لا بعد بس بعد؟ نقول يعني اكو فرصه ان شاء الله ان شاء الله منتظرها. واذا يعني الله سهل وحصلنا لنا يعني فريق بعد يعني بالنسبه للدوري العراقي المراكز الجيده. نعم. اتمنى الكربلة والديوانيه الموفقين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني اروح اخذ راي اخر ايضا من احد المتابعين اللي هم طبعا خلينا ناخذ يعني اثنين مباشره ناخذ رايين وبعدين ارجع ل يعني كابتن رزاق. مثل مرتضى العقيلي يقول نعم سينعكس ايجابيا وخصوصا مع الظروف التي يمر بها دورينا فالتاجيل افضل. اروح الى ايضا راي اخر حيدر عبد الزميل الاعلامي ايضا تحياتنا له يقول طلاقه موافقه باذن الله. اما الجواب حول سؤال الحلقه التاجيل ربما يكون سلاح ذو حدين بحسب الظروف مستقبلا. اروح اخذ ايضا راي اخر لأحد المتابعين أيضاً الكابتن محمود أبو علي تحياتنا إليك بالتوفيق إن شاء الله عزيزي أستاذ نور الورد. أما ضيفك النجم السابق كابتن رزاق فرحان فنوجه له التحية والسلام. تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة آسيا لا تصف في مصلحة المنتخب العراقي. أروح أيضاً إلى رأي آخر اللي هو علاء العراقي أحد المتابعين يقول أكيد سينعكس إيجابياً على المنتخب كون الدوري ضعيف وانتشار المرض يؤثر سلباً على اللاعبين وحتى الكادر التدريبي وحالياً لياقة اللاعبين غير مكتملة بسبب التوقفات الكبيرة التي شهدها. آخر رأي خلينا نشوفه حتى أروح للكابتن اللي هو سعد زميل سعد شلاقة يقول كل التوفيق كابتن نور بهذا البرنامج الرائع أكيد والتأجيل سينعكس بصورة إيجابية لكون الدوري غير منتظم إضافة للأحداث التي مرت بالبلد مؤخرا تجعل وضع المنتخب مضطرب. يعني أكتفي بهذه يعني الكثير من التعليقات جاءتنا على هذا الموضوع وإذا ظل وقت ناخذها. كابتن الآراء متضاربة بشكل عام برأيك اليوم كابتن شو راح يصرف في هذا الموضوع؟ التأجيل يعني عدم تجمع المنتخب دورينا سينتهي بعد يعني بعد فترة قصيرة والتحضير لدوري الموسم المقبل ذلك راح تكون هناك جاب كبيرة في عملية تجهيز اللاعبين. يعني إذا عادت المباريات في 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 شهر 6 أو شهر 7 بعد تحديد مواعيد جديدة ممكن أن يكون اللاعبين أغلبهم في راحة سلبية لم يبدأوا التحضير. فهذه النقطة هنا كيف سيكون هذا الموضوع إيجابي التأجيل في حال حدث هذا الأمر؟ لا نعم. بالعكس أنا أشوف أنه بعد مثلا إذا أخذنا فرصة أو وقت طويل خصوصا المنتخب العراقي دائما من يتجمع ويكون له فترة تحضيرية مناسبة يكون جيد. يكون جيد يعني دائما انت تشوف كل البطولات اللي تكون بيها مثلا تجمع او وقت طويل يكون نتائج ايجابية. فالان اذا خلص الدورة خلينا نقول بشهر 5 راح يكون عنده مثلا شهر وشهرين هم اكيد راح يدخلون في راحه او يعني انت مع الراي الذي يقول انه في حال تاجيل الى الصيف يعني الصيف المقبل انت يكون هناك تجمع للمنتخب الوطني تجمعات لكن عمليه تجميعهم ايضا راح تدخل موضوع الفيفا داي وعمليه الالتحاق اللاعبين المحترفين هذه ايضا مشكله راح يوقع بها كاتنج مستقبلا. شو راح يجمع اللاعبين كلهم في 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 تجمع يقدر يجمعهم. نعم. والفيفا داي يقدرون لانه فتره التوقف راح تكون فرصه الكاتنج اكيد هي فرصه حتى يجمع لاعبينه يخوض مباريات. نعم. وديه دائما المعسكرات تكون افضل من التجمعات القصيره وهذا الشيء ينعكس يعني حتى مدرب اللياقه المنتخب العراقي يقدر ياخذ مساحه يقدر ياخذ وقته حتى يقدر يعد اللاعبين بدنيا. نعم. وهذا كله انا اقول احسن من مباريات الدوري العراقي. طيب هذه نقطه مهمه وعمليه التاجيل لكن ايضا هناك مشكله يعني متأصلة أصلا في الدوري العراقي اليوم هذا الدوري وانتهاء بصورة بهذا التلكؤ اللي صار كيف تجد اليوم مستويات اللاعبين؟ أنت تحتاج أن يصل اللاعب إلى الذروة تحتاج أن يصل اللاعب إلى أفضل مستويات الفنية حتى يروح المنتخب جاهز خصوصا في منافسات كأس عالم. نعم. ولدينا مباريات قوية ما زالت لدينا مباراة أمام إيران مباريات خارج أرضنا شلون راح نقدر نرفع مستوى اللاعبين الفني وهذا الموضوع راح يشغل بال كاتانيتش خصوصا
توقف عدم استمرارية الدوري، هاي شلون ممكن يتعالج ويتعامل وياها كاتن؟ هو ليش قلت لك انه التجمع افضل للمنتخب؟ تجمع يكون كافي بدون مباريات وديه؟ لا يقدر يحصل مباريات وديه، لانه نعم. الدوري العراقي ما راح يسعف اللاعبين المنتخب الوطني حتى يطورون من مستواهم، لانه نعم. الصراحه الادوار الاربعه اللي فاتت يعني اغلب المباريات نقول قريبه للفرق الشعبيه، نعم. يعني مع العلم الان الملاعب تطورت، الخطط تغيرت، تكتيكات، يعني كثير من الامور، لكن يعني ما نشوف انه اللاعبين نعم. يطورون من ادائهم او الفرق، ما نشوف اكو جمل تكتيكيه. هذا موضوع طويل جدا. نعم هذا راد لحلقه كامله. نعم هاي كلها تنعكس على المنتخب اكيد. هو هذا اللاعب اذا ماكو، انا شو اقول، اذا اكو استمراريه مثلا بالدور السادس بالدور السابع نعم. والدور طويل، ممكن اللاعبين يبدون يرجع الوضع الطبيعي الفني. اي الاستمرارية، نعم. الاستمرارية ترفع المستوى، والعمل التدريبي نعم. راح يصحح من الاخطاء. طيب. ويبدي اللاعب نعم. بالتصاعد يعني. نعم. طيب اليوم فيروس كورونا ما اثر علينا بس، ولا اثر على اسيا، اثر على العالم كله. طبعا. خلونا نشوف هذا الانفوجرافيك، خلينا نقول معلومات عن تاثيرات فيروس كورونا حول العالم وكيف تلاعب بالاجنده الرياضيه من شرق العالم إلى غرب العالم ومن شماله إلى جنوبه. خلينا نشوف. إذن كورونا وماذا بعد؟ طبعا أكيد هناك أحداث رياضية أخرى توقفت يعني أو مرشحة للتوقف، لكن إحنا اختارينا جزء كورونا اليوم. فيروس كورونا هو ليس فقط مرض يؤثر على الصحة أو يؤثر على اقتصاد دولة معينة، اليوم فيروس كورونا يؤثر على الرياضة بشكل عام، شمل الكل، الكبير والصغير، الرياضة، الصحة، الاقتصاد، السياسة، الكثير من الأمور. لكن الرياضة يمكن هي كمجال حيوي يشمل الناس، يعني انت اليوم ماكو رياضة، ماكو جمهور، ماكو رياضة، فلذلك اليوم حتى خسائر اقتصادية على مستوى الأندية يعني خصوصا خارجه، مو احنا بالعراق احنا ما عدنا هذا الموضوع يعني ما نناقشه، يعني لكن عملية الأموال الطائلة التي يستحصلها عن طريق الجمهور تؤثر على الأندية. على فكرة احنا اكثر ناس نتضرر كأندية، لانه كأندية عايشة على التذاكر الجمهور، يعني معقول عندنا تذاكر؟ اكو يعني مثلا نص انديتنا تأجر ملعب الشعب، اسمعني، نص انديتنا تأجر ملعب الشعب، بالمقابل وزارة الشباب تشترط عليها، هذا احكي لك سابقا، تشترط عليها 150 مليون، ايش راح يجيك انت من الجمهور راح تنطي اجار ملعب؟ فعملية انه فعليا ما نستفاد كثيرا يعني. بس يعني تمشي بها امرك يعني مشي 10 ملايين نفرية يعني، بس حتى جمهور ماكو مثلا، هسه انا دربت الديوانية، كان المتعهد مال الملعب هو اللي حل لنا كثير من صدقني هو اللي التذاكر عن طريق التذاكر يعني نعم. التذاكر، فلذلك احنا جبنا يعني جبنا سيره الدوري شويه، اريد اسالك على شغله، احنا باقينا يمكن دقيقتين ثلاثه ونخلص اليوم. ده شوف انت الاحداث بالوسط الرياضي، يوميا اثنين متعاركين على في احد البرامج هنا وهناك، زملائنا تحياتنا لهم، لكن حديثنا عن الاشخاص انفسهم يتعاركون ويعني او اتهامات هنا وهناك في اتجاه شخصيات اخرى، ويطلع شخص اخر في برنامج اخر يرد عليه ومولع البرنامج، هو مولع الامور، وهناك ايش وبعدين نشوفهم صوره قاعدين ببيت واحد يتباوسون. هاي الحاله شو وقت نخلص صراحه معها. هاي الشغله صارت قديمه مع احترامات للجميع، هاي يريدون يطشون يعني خلينا نقول مع احترامات للجميع طبعا يعني الحديث ليس عن الاعلاميين والبرامج، الحديث عن الاشخاص اكيد. ما شاء الله اكو ناس يعني مره سووها شخصين نعم. يونس واحمد العاضي مع احتراماتي، ومره ثانيه سووها شباب وشياب ومره مدربين،
يعني أنا ما أعرف يعني إحنا بالسابق عند دول خلينا نقول اللاعبين هم قدوة. نعم. قدوة للجميع من كل شيء. فلذلك تشوف أنا راح أقول لك شغلة. طيب. إنه بعض الأمور. سريعاً. يعني عشر ثواني. عشر ثواني. ما راح أحكي. يعني أنت تستهجن هذه المسألة. لا طبعا أكيد. لا مو نعم. بحقهم هم كرياضيين انا فعلاً. ما احكي لك فعلاً. يعني عن نفسي لكن هم شكرا. كرياضيين نعم. يجب انه ينتبهون الشخصيات. شكرا لك كابتن رزاق. انا اسف شوي قاطعتك بالاخير لكن وقت البرنامج يعني شوي بلشنا متاخرين اليوم وخلصنا متاخرين. شكرا لك وتواجدك معنا. سعيدين جدا بتواجدك في الحلقه الاولى لبرنامج ملعب. مبروك عليك. شكرا 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 جزيلا. شكرا لك كابتن. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله التقيكم الاثنين المقبل وحلقه اخرى وان شاء الله نبدي على الموعد. تحياتي لكم نور نزار. يحييكم الى اللقاء.